شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. صدق الله العلي العظيم. الهداية على أنواع. النوع الأول الهداية الحسية. قبل أن نتحدث عن هذا النوع وبقية الأنواع، لابد أن نقول إن هنالك قاعدة تستند إليها تصرفاتنا نحن البشر، يعني من أول الصباح في الساعة الرابعة أو في الساعة الثالثة صباحاً، عندما نفتح عيوننا إلى اللحظة الأخيرة حين ننام في الفراش ونغمض عيوننا ونستسلم للرقاد، بين فتح العين في البدء وغمضة العين في المنتهى، كل حركة، كل تصرف، كل قول وفعل، كل خطوة تستند إلى هذه القاعدة. وهذه القاعدة هي قاعدة دفع الضرر وجلب المنفعة. إذا ما قبلنا بهذا التعميم، يعني ما قلنا كل خطوة كل حركة، لا شك أن أغلب خطواتنا، يعني 99 من خطوات 99 من البشر، تستند إلى هذه القاعدة: جلب المنفعة ودفع المضرة. طبعاً أكو هنالك اختلاف في تشخيص صغر المنفعة وصغر المضرة. شنو المنفعة؟ واحد يظن أن المنفعة الذي جمع مالا وعدده، واحد يظن أن المنفعة هي عنوان اعتباري، أن يكون قائدا، أن يكون زعيما. واحد يظن أن المنفعة هي الحياة المرفهة، وواحد يرى أن المنفعة هو القرب إلى الله سبحانه وتعالى،
والسير التكاملي إلى تلك الحقيقة اللانهائية المطلقة. فإذن القاعدة التي تستند إليها كل تصرفاتنا أو أغلب تصرفاتنا هي هذه القاعدة. الله سبحانه وتعالى زودنا نحن البشر بوسائل لتحقيق ذلك. الوسيلة الأولى الهداية الحسية. الأنف يشم، الذائقة تتذوق، اللامسة تلمس. أنت عندما تضع يدك على مكان حار في نفس تلك اللحظة ألوف أو ملايين من الرسل تأتي إلى المخ وتشعر المخ بهذا الخطر. المخ يصدر الأمر في نفس تلك اللحظة، القضية لحظة أو أقل من لحظة، في نفس اللحظة تسحب يدك عن ذلك المكان الحار. هل فكرنا يوما كيف تجري هذه العملية؟ الإنسان الفاقد لحاسة اللمس ليش لا يقوم بهذا العمل؟ ما عند هذه الرسل لا تنتقل إلى المخ، فأوامر المخ لا تصدر بأن تسحب يدك. النوع الأول الهداية الحسية. النوع الثاني الهداية الفطرية. الطفل عندما يولد تجد أن هذا الطفل في اليوم الأول ماكو هنالك شخص علمه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها في بعدها المادي تجد أنه يبحث عن الطعام. إذا ما وصل إليه الطعام يبكي هذا الطفل، يعني أيها الأم أنا جائع أنا أحتاج إلى الطعام. يدير شفته يمينا وشمالا يبحث عن مصدر لطعامه، فإذا وصل إلى ذلك المصدر استقر وأخذ يمتص اللبن. هذه هداية لا ترتبط بالذائقة أو اللامسة أو الشامة أو ما أشبه ذلك من هذه الحواس الظاهرة، حاسة فطرية. الخروف حتى إذا ما تربى مع والديه عندما يرى الذئب لأول مرة يهرب من ذلك الذئب، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أودع في داخل هذه الشاة هذا الخروف أودع جهاز لكي يشخص له نفعه وضره. النوع الثالث الهداية العقلية. العقل يأمر ينهى، هذه القوانين التي تسن، القوانين الاجتماعية القوانين الجزائية، من الذي يأمر بذلك؟ العقل. هداية عقلية. الحجة الباطنة هي التي تأمر وتنهى. العقل يقول بأن الظلم قبيح وبأن العدل حسن، هذه هداية عقلية. الهداية الحسية، الهداية الفطرية، الهداية العقلية، هذه كلها أنواع من الهداية.
وكل هذه الأنواع في محلها، ولكن لا تغني عن النوع الرابع من الهداية، وهي الهداية الإلهية. ليش؟ أولاً، هذه الوسائل تحتمل الخطأ. هذه الوسائل تحتمل الخطأ في كثير من الموارد. أنت عندما تشاهد العمود عمودين من نور من بعيد، تجد أن هذين العمودين متقاربان. كلما اقتربت انفصل العمودان بعضهما عن البعض الآخر. هذا خطأ في الحس، يعني الحس ما استطاع أن يشخص الواقعية الخارجية. أكو هنالك بحث مفصل في الحكمة الإلهية وفي الحكمة العامة، ليش حواسنا تخطئ؟ يعني ما الذي يحدث حينما تخطئ الحواس؟ الحواس معرضة للخطأ. شنو التفسير الفلسفي لذلك؟ هذا مذكور في الحكمة الإلهية. إذن بعض هذه الأنواع قابلة للخطأ. والمشكلة الثانية هي المحدودية، يعني حواسنا نشأت وفق معطيات نشأة معينة، عقولنا ترتبط بمقاييس نشأة معينة، لا تستطيع أن تدرك أبعد من هذه النشأة. هذه الدائرة دائرة محدودة، لا يستطيع العقل أو الحس أو الفطرة أن تكشف كل شيء أو أن تعين الموقف الصحيح تجاه كل شيء. لذلك نحتاج إلى الهداية الإلهية. لذلك نحتاج إلى باب حطة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في هذه الأمة باب حطة وسفينة نوح. من دخل هذه السفينة أصاب رشده وهدايته، لأن هذا النبع متصل بذلك وبتلك الحقيقة المطلقة. الله سبحانه وتعالى هو الهادي، وهؤلاء هم المرايا التي تعكس هدى الله سبحانه وتعالى. لذلك نحتاج إلى هذه الهداية. نحتاج إلى هذه الهداية في رؤيتنا إلى الحياة. الأئمة صلوات الله عليهم يهدوننا إلى منافعنا الكلية. الأئمة صلوات الله عليهم لا يتوانون أن يهدونا إلى منافعنا الجزئية. أنتوا اقروا طب الرضا صلوات الله عليه، طب كامل يتناول أدق الحقائق الطبية، شلون تصبح، شلون تنام، شلون تأكل، هل تجمع بين أطعمة معينة أو لا تجمع بأطعمة معينة، كيف تغسل نفسك، كلها تجدها في طب الرضا صلوات الله عليه. في قضايا التجارة، أدق القضايا التجارية اللي التاجر يتوصل إليها بعد 60 عام، تجدها في كتاب الوسائل وفي كتاب المستدرك. هذه منافع جزئية، ولكن الأهم أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يهدوننا إلى منافعنا الكلية. المنفعة الكلية يعني كيف تعيش. ذلك الرجل
جاء إلى الإمام صلوات الله عليه، الإمام سأله على ما بنيت أمرك؟ هذا المنفعة الكلية. في الحياة العائلية إذا الرجل يملأ البيت بالذهب والفضة هذا لا يجدي في إقامة سعادة عائلية. السعادة العائلية تجدها في أحاديث المعصومين صلوات الله عليه. ولكن اشقد من المؤسف أننا بعيدين عن هذه التعليمات. يوم من الأيام فكرنا أن نضع برنامج نطالع ماذا قال المعصومون، هؤلاء المتصلون بتلك القوة المطلقة الذين ذكروا كل شيء ينفعنا في أخرانا ودنيانا. فكرنا أنه نضع برنامج الرجل شلون يتعامل مع زوجته، أشياء أكو صغيرة جدا في الروايات، يعني في سطر واحد، ولكن تبني الحياة العائلية. من عرف كيف تتعامل المرأة مع زوجها مذكور في الروايات، لكن من يقرأ؟ من يطالع؟ كيف تتعامل مع الأولاد؟ شنو الحدود تعامل الرجل مع زوجته في الشدة، في الرخاء، في الأسرار؟ كم من الأسرار يقول الرجل لزوجته وتقول المرأة لزوجها؟ كل شي نقول لأزواجنا وزوجاتنا؟ كل شي ما نقول؟ أكو حد وسط؟ لا نعرف. الإنسان عندما لم يعرف الطريق، ما كان على نور، شي يصير؟ يقع في المنخفضات والمرتفعات. إحنا مع الأسف، إحنا يعني أقول غالبية المؤمنين، لعله الغالبية من المؤمنين، كل ما في أذهاننا مأخوذ من الآخرين. وهذا هو المنبع الصافي، هذا هو المنبع الذي لا يحتمل الخطأ. ليش ما نروح إلى هذا المنبع؟ هذا هو البحار، هذا هو الكافي، هذا هو التهذيب. ما يحتاج الطالع الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية الفقهاء حفظ الله الباقين منهم ورحم الله الماضين منهم وضعوه في شكل رسالة عملية. لكن في باب العقائد، ليش إحنا ما نعرف عقائد؟ الإلهيات المعرفة التي هي الهدف لخلقة هذا العالم، لتعلموا في الآية الكريمة الذي خلق السماوات والأرض وكذا وكذا، مضمون الآية لتعلموا. فخلقت الخلق لكي أعرف. واحد يعيش 70 عام لا يعرف عن الحقائق الإلهية شيئا، مثل ذلك العابد اللي يعيش في جزيرة يعبد الله 70 عام 60 عام أكثر أقل، الملائكة يشوفون في ديوان أعمال الثواب كلش قليل، يتعجبون ليش؟ هذا عابد، هذا مؤمن، هذا يقضي ليله ونهاره بالعبادة. الله قال لهم ما إلى معرفة هذا الرجل، عبادة من لا يعرف الله قليلة الجدوى. لنقرأ العقائد، لنقرأ الآداب والسنن، لنقرأ كتاب العشرة من البحار للعلامة المجلسي رضوان الله عليه، أو بقية الكتب التي تتناول هذه الأبعاد. الهدى لا يمكن أن يؤخذ من غيره. المرزا مهدي الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل كان مدة يعيش في النجف الأشرف، وكان إلى أستاذ في السير والسلوك إلى الله. السلوك إلى البيت واضح طريقة، كيف تسلك إلى البيت، ولكن كيف تسير إلى الله هذا يحتاج إلى معرفة. كان إلى أستاذ يعلمه، ترقى 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 إلى أن وصل إلى مقام
يسمون في علم السير والسلوك مقام القطبية. يقول أنا وصلت إلى هذا المقام ولكن روحي مو مطمئنة، لأن هاي المعارف معارف بشرية، المعرفة البشرية تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب. شنو الضمانة؟ من الذي يضمن لك؟ الفخر الرازي ذاك العالم الكبير، واحد شافه دا يبكي، هذا مذكور في أحواله، دا يبكي، قال له ليش تبكي؟ قال أنا كنت مسألة أعتقد فيها 30 سنة، الآن تبين لي أني كنت مخطئ في هذه المسألة. قال له ليش تبكي؟ خب اهتديت إلى الصواب. قال أنا أبكي لعله بعد 30 سنة يتبين لي هذا الرأي الثاني أيضا غلط. شنو الضمانة؟ ماكو ضمانة. السيد البروجردي رحمة الله عليه كان إلى بعض المطالعات في أيام بدايات شبابه، لا يطالع في يوم من الأيام بعد الغداء 5 دقائق كان مطالع لشيء معين، وإذا به يسمع صوتا راه را قم كردأس، يعني أضل الطريق، هذا مو الطريق، هذا مو المنهج، هاي الكتب اللي طالعها مو هي الصحيحة، مو هو المنهج. يلتفت يمينا وشمالا السيد البروجردي رحمة الله عليه ما يشوف واحد، فيغلق الكتاب ويقول هذا فراق بيني وبينك، ويترك ذلك الخط الفكري اللي كان يمشي وراءه ويتوسل بخط أهل البيت. الإصفهاني رحمة الله عليه يشعر بهذه الحالة. شنو الطريق؟ الطريق ليس هنالك إلا طريق واحد، وهو طريق الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه يذهب إلى مسجد السهلة المتعارف إن شاء الله، الله يفتح طريق العتبات. الواحد إذا يذهب إلى مسجد السهلة 40 ليلة 4، المعروف أنه ينال رؤية الإمام المنتظر أو بركة خاصة، فيض خاص من الإمام المنتظر صلوات الله عليه. يقول ماكو طريق إلا أن أذهب إلى مسجد السهلة. ذهبت إلى مسجد السهلة ليلة 4، ليلة 4 ثانية، كم ليلة 4 رحت، وبعد طول احتجاب وتكرر الاحتجاب أشرق علي جمال المهدي المنتظر. طلبت منه حوائجي، كل واحد عنده حاجات، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا كل واحد عنده مشكلة، كل واحد عنده أزمة، ماكو واحد من الجالسين هنا ما عنده مشكلة، لكن كل واحد مشكلته بشكل، هاي طبيعة الدنيا، حتى قلوبنا لا تنشد بهذه الدنيا، لنتصور أن هذه دار بقاء ومقام. طلبت حاجاتي من الإمام المنتظر صلوات الله عليه، فتفضل علي بكرمه وجوده. يقول بعدين الآن طلبت حاجاتي، ولكن أحتاج إلى مقياس في حياتنا، في كل فكرة، في كل موقف نحتاج إلى مقياس. فطلبت منه المقياس، فقال لي الإمام هذه الكلمة: طلب المعارف من غيرنا مساو لإنكارنا. ماكو فرق، واحد ينكر الأئمة كأولئك البعداء، أو يعترف بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن فكره عقله مشحون بالرؤى التي أخذها من الآخرين. هذه الكلمة أصبحت مقياسا، ترك كل شيء وتمسك بأحاديثهم ورواياتهم. من أراد الله بدأ بكم،
هؤلاء هم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أولاً يجب أن نستلهم من أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم خطنا في الحياة، وثانياً يجب أن نجعلهم الشفعاء بيننا وبين الله في هذه الحاجات التي أشرنا إليها. كل واحد عند حاجة، يجب أن يجعلهم الشفعاء بينه وبين الله. وابتغوا إليه الوسيلة. أحد العلماء الكبار، وأنا رأيت ذلك العالم قبل سنوات، عالم كل من رآه من قريب عرفه بالإيمان والتقوى، رجل مؤمن ومحب لأهل البيت، هذا في يوم من الأيام يتكلم بكلمة، كلمة هذه الكلمة كان فيها مؤاخذة قانونية في ذلك الزمان في بلد ما وفي زمان ما. واحد يقول كلام عليه مؤاخذة قانونية، واضح مصيره. الأجواء هواية صارت ضده، ضد هذا الرجل، ضد هذا العالم. وصل الأمر إلى حد بعد كان يكاد ألا يستطيع العيش في تلك المدينة، لأن عندما الأجواء صير ضد واحد في مكان بعد ما يتمكن يعيش في ذاك المكان. يقول هواي كنت متأثر، هواي كنت متألم. مرة واحدة خطر في بالي أن ألجأ إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه. صاحب هذا اليوم وصاحب هذه المناسبة يقول أنا مشددت الرحال من مدينتي إلى مشهد إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول أخذت مكان قريب من الإمام الرضا، ثم قمت بالأعمال وذهبت إلى الحضرة. واحد عندما حقيقة يروح إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه تأخذ روحانية ذلك المكان، هواي في روحانية، هواي في صفاء. يقول فأنا انغمرت في تلك الأجواء الروحانية، انغمرت ونسيت حاجتي أصلا. شنو قيمة هذه الحاجة؟ يقول دعوت لأمور آخرة وكذا وكذا ورجعت. وصلت إلى الفندق، رحت إلى غرفتي، تراءت لي قبة الإمام الرضا. مرة واحدة ذكرت حاجتي، قلت للإمام الرضا صلوات الله عليه أنتوا ما عندكم فرق بين القريب والبعيد، ما يحتاج أجي إلى حضرتكم، أنا من هنا أطلب منك حل هذه المشكلة. يقول في هذه الأثناء رن التلفون، رفعت التلفون، لاحظوا في نفس اللحظة واحد من أصدقائنا من رجال الدين في مشهد يتصل بي ويخابرني، يقول عندنا قراية بعد شوية تبدأ، تعال إلى قرايتنا. هسه هذا منين افتهم أن هذا الرجل جاي؟ ما يحتاج، كيف هم يدبرون الأمر. يقول أنا قلت الآن أجي، رحت إلى ذلك المجلس، الخطيب لم يكن قد بدأ، شفت حوار بين الرجلين، هذا يسأل ذاك، شوفوا في أي نقطة وصل، وين ابنك؟ قال ابني بالسجن. قلت ليش ابنك بالسجن؟ يقول لأن ابني قال هذه الكلمة، نفس الكلمة اللي هذا العالم قايلها في بلده، وقد أخذوا عليه مؤاخذة قانونية وألقوه في السجن. يقول الرجل الثاني قال هذا ما في مؤاخذة قانونية هذا الكلام، لأن في فلان كتاب الذي يعتمد عليه القائمون على الدولة أكو نفس هذا الكلام في فلان مكان في فلان صفحة. هذا الكلام القائمون بالأمر هم ذكروا هذا الكلام في كتابهم، هذا ما في مؤاخذة. يقول أنا قلت هذا جواب الإمام الرضا، هذا هو.
رجعت إلى بلدي وصعدت فوق المنبر وأخذت ذلك الكتاب وقلت إن الذين أخذوا علي هذه النقطة القانونية هم ضد القانون، لأن الكتاب الذي يعتمد لدى القائمين يقول نفس هذا الكلام. وحلت المشكلة. هسه حقيقة شوفوا الإمام الرضا في لحظة واحدة صلوات الله عليه كيف دبر القضية، شلون هذا يفتهم أن هذا جاي ويخابره وهذا يجي، والسيارة ما تتأخر في الطريق دقيقة واحدة، لأن إذا كانت متأخرة دقيقة واحدة كان يفوته هذا الحوار وينتهي كل شيء. واحد من المؤمنين في مشهد، أقول هذه القضية وأختم الموضوع، قضية صغيرة، يقول كنت في ضائقة مالية شديدة جداً، وحتى ملابسي تمزقت، ملابس تمزقت وبدأ عليها التمزق، أكل ما عندي، شرب ما عندي، حتى ملابسي بعد خجلت أطلع برا، لأن واحد يطلع برا بملابس ممزقة عيب أمام الناس. يقول بعدين بين في منتصف الليل أو عند الطلوع أو قرب الطلوع قلت الآن ماكو واحد يعرفني، أروح إلى الإمام الرضا وأشكو حاجتي. يقول رحت إلى الحرم، أنه أنا أعيش في ضائقة مادية. يقول خجلت من الإمام الرضا، يعني هذا شيء صغير، بس شنو قيمة واحد مطلوب مثلا كذا من المال أو يعيش في ضائقة مادية؟ يقول خجلت حقيقة من الإمام، فما قلت شيء، طلبت أمور الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. يقول طلعت، بعد ما طلعت شفت أنه أنا ما طلبت هذه الحاجة، فإجيت أقول خجلت، ما قلت وإنما أشرت بثوبي لقبر الإمام، هالشكل سويت ثوبي. يعني لاحظوا هذا الوضع، بمجرد ما سويت هذا الشيء أيضا تندمت أنه ليش طلبت هذه الحاجة. يقول ما مضت إلا لحظات وإذا بواحد من أقربائي جاء من بلد آخر سلم علي، وينك؟ أنا أبحث عنك من زمان، وجاء لي بمبلغ رفع عني مشكلتي المادية. يعني ما يحتاج إلى كلام، هي هذه الإشارة من قلب خالص كانت كافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل مشاكلنا في الدنيا والآخرة ببركة فضله وجوده، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.